بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس غوليوس مادابيو رئيس جمهورية سيراليون الصديقة، عبر فيها سمو حفظه الله عن خالص التهاني بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سمو ورعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية سيراليون وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس غوليوس مادابيو رئيس جمهورية سيراليون الصديقة، ضمنها سموه خالص التهاني بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس غوليوس مادابيو رئيس جمهورية سيراليون الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.